انا نازله. سلام. انا بكتب بشكل عام قصص كتير وبيجي لي افكار وبكتب افلام مختلفه في نفس الوقت، بس اللي حصل ان انا في موقف شخصي حصل لي، وبعديها بفتره قريت في الجورنان عن شخص ان هو حاول انه يشوف صديقه ليه، بس هي كانت المفروض موجوده يعني وما كانتش قادره تخرج من البيت، والمفروض ان هو اتمسك. فعرفت من الموضوع من سبب الجورنان، فابتديت اربط ما بين الفعل اللي عمله الشخص ده والفعل اللي انا كنت بتمنى ان انا اعمله. قعدت طبعا سنتين او ثلاثه ببحث عن الشكل المثالي لحكي قصه زي دي، لانه الشخص الرئيسي المفروض ان هو بيحمل سر كبير، وكنت عايز ازاي ان السر اللي هو بيحمله ده ازاي ان احنا نشعر بيه بدون كلام كتير، وازاي المتفرج يتفاعل معاه بدون ما يبقى فيه اي جمل او حاجات تحاول تأثر على المشاهد بشكل مباشر. في الافلام اللي انا بحب اعملها ببقى دايما حاطط في دماغي ازاي المتفرج ان هو ما يبقاش متلقي سلبي بشكل كبير، يعني ما يبقاش بيملى عليه افكار معينة او احاسيس معينة بشكل كبير، بالذات في البداية ازاي ان هو بيحاول يبقى جزء من القصة، بيراقب الشخصية وبيبني بخياله هو ايه اللي هيحصل، ونبتدي شوية بشوية نوصل لشكل معين في النهاية، يعني انه نوصل لشكل كبير مع بعض. يعني هو سبب اختيار الأسماء 15 16 هو بناء على المرحلة العمرية البطل، مرحلته العمرية 15 سنة وفي فيلم تاني 16 سنة، فبس هنشوف الرحلة كلها من وجهة نظره، وبتبقى لحظة مهمة جدا في المرحلة العمرية دي. الفيلم 15 كان مهم جدا بالنسبة لي، ازاي ان الولد هو مر بالأهل ومروا بالحادثة دي، فبالنسبة له العربيات والشوارع هي السبب الرئيسي في يعني تدمير حياته بشكل كبير. فطبعا كان مهم بالنسبة لي إظهار الأماكن دي وإظهار العربيات لإظهار أحاسيسه، إن هو أصوات طول الوقت موجود وهو حواليها، وإظهار الرحلة نفسها في وسط الزحمة وفي وسط العربيات اللي هي المفروض أذت أهله بشكل كبير. كان بالنسبة لي الرحلة دي بشكل ما حتى على المستوى الروحي بتاع الشخص نفسه ورحلته هو كان أهم جدا مهم جدا بالنسبة لي، إزاي الرحلة دي إن إحنا نشوفها بتتكون. يعني دي قصة بتاعت واحد قريبي حصل له قصة شبيهة ليها، فابتدت تأثر فيها بشكل كبير فكرة إزاي إن أنت بتنتقل مرحلة الخوف من المسؤولية، وإزاي إن هي بتفرض عليك بشكل عام، وإزاي إن إحنا الحاجات دي في شوية في مجتمعنا بيبقى فيه ضغط على الشباب بشكل عام، ان هم المفروض المرحله الشعوريه دي تبقى طبيعيه، والمفروض ان هم ما يتعاملوش مع خوف او قلق، او ان هم يعبروا عن الخوف من المسؤوليه دي، ده ضد فكره ان هو رجل. يعني ده مهم جدا بالنسبه لي، اظهار الجانب المخفي عند الشباب بشكل عام، والكبت ده ازاي ان احنا نسلط عليه الضوء عن طريق الكاميرا والصوت والاحاسيس، ازاي ان احنا نظهرها ونتفهمها للمتفرج، لانه موضوع محتاج اعادة تفكير وجهة نظري. يعني